السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لفائف البيتزا، وكايا نحاول نغيرو على الشكل الاعتيادي ديال البيتزات اللي كنديرو. فالعجينة ديال هاد البيتزات هادو ما كيحتاجش لدليك او مجهود، ويني غادي ندير واحد العجينة خاصة. فنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو الاخير وتجربوها، ويلا نبداو. بسم الله. فبالنسبة للطريقة ديال التحضير، في إناء عندي 300 غرام ديال الدقيق، ضفت له واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، وغادي نضيف له واحد 160 غرام من الزبدة الطرية أو الزبدة لينة تكون بدرجة حرارة ديال المطبخ. عندي هنايا 4 ملاعق طعام من الحليب البارد، ضفته على ملعقة صغيرة من الخميرة الطرية، ممكن كذلك تعوضها بالخميرة الفورية. فديك الزبده غادي نبدا يعني كان بحال اللي كنلبسها بالدقيق، داك الدقيق كله يتلبس بالزبده بحال تقريبا العجين المرمل او العجين ديال الصابلي. وكنبدا من بعد بحال اللي كان كيف ما كنقولوا حنايا في بالدارجه المغربيه تنفتلو كسكسو، يعني بحال اللي نحاولوا نحلوا دوك الكريات او الحبيبات الصغيره ديال الدقيق، يعني حتى هما يدخلهم الزبده. يعني نحاول نتمنى ان الشرح يكون واضح ومفهوم. المهم خاص ضروري الدقيق يكون تلبس لنا مزيان ديك الزبده. صافي، من بعد غادي نضيف داك الخليط ديال الحليب البارد مع ملعقه صغيره من الخميره الطريه بعد ما ذابت فيه، وغادي نضيف بيضه صغيره مخفوقه. فغير بغيت نقول لكم هو ان هذا العجين هذا هو اللي كنعتمد في ليكيش، تيجي مرمل تيجي هشيش وطري. وكيف ما شفتوا يعني كتحضر العجينه 5 ديال الدقائق ما كاملاش كتكون هالعجينه راها جاهزه. فكذلك ملاحظه اخرى او نصيحه، هو ان هذا النوع ديال العجين ما كيتدلكش وما كيتعجنش، يعني غير تنجمعوه باطراف الاصابع غير كتجمع لنا العجينه تنحبسو. يعني اي عجين اللي فيه الزبده ما تيتدلكش، حيت الا دلكناه او عجناه عاد تيقصح. صافي، هنايا العجينه راها جاهزه، غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلها للثلاجه من نصف ساعه الى ساعه. اما الا كنتم مزروبين ممكن تدخلوها للمجمد، يعني واحد ربع او 20 دقيقه كتكون راها بردت لنا مزيان، هذا في حال الا كنتم مزروبين. اما لما كنتوش مزروبين ديروها في الثلاجه من نصف الى ساعه كامله، وعاد ديك الساعه تخرجوها. فمن بعد ما بردت ليا العجينه، هو ما خصناش نخليوها حتى تجمد لنا، يعني ديك الساعه غادي صعب علينا اننا نطلقوها، غير تبرد شويه وصافي. ففوق سطح العمل رشيت شويه ديال الدقيق وغادي نبدا كنطلقها، ومره مره تنقلب العجينه يعني هكايا باش ما كتلصقناش فوق سطح العمل. وممكن كذلك يعني تطلقوها بين جوج ورق بلاستيك غذائي او ورق الفرن او ورق الطبخ بابيي سوفوريزي. فانا غادي نبقى مستمره تنطلق العجينه يعني حتى نطلقها واحد على شكل مستطيل، والسمك ديالها تيكون رقيق جدا. صافي، هنايا بعد ما طلقت العجينه ديالي كي قلت لكم ضروري السمك ديالها تيكون رقيق. غادي بالنسبه للحشو غادي ندهنها بالصلصه ديال البيتزا. بالنسبه للصلصه ديال البيتزا راه كنت فايته نزلت لكم طريقه التحضير ديالها في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو في صندوق الوصف وكذلك في اخر الفيديو. لكن بالنسبه للحشو تيبقى اختياري، ممكن ديروا اي حشو كتفضلوا، يعني ديروا جبن مع شويه المعدنوس او البطاطس او المرتديلا او اللحم المفروم او الخضر، المهم اللي بغيتو. صافي، من بعد ما طلقت الصلصه ديال البيتزا غادي ندير فوق منها القليل من الجبن. غير علاش قلت لكم العجينه خصها تكون رقيقه، حيت مازال غادي نلويوها، يعني نلويوها باش منين طيب ما تجيناش يعني العجينه اكثر من الحشوه.
صافي. من بعد غادي ندير شويه ديال التونه، ممكن كذلك تضيفوا الفلفل الالوان الخضر المهم اللي بغيتو صافي. ومن بعد غادي نبدا كنلف العجين ديالي غير بشويه. انا اصلا طلقت العجينه دقه واحده، يعني طلقت العجينه كلها. ممكن يعني تقسموا العجين الى نصفين، تطلقوا النصف الاول وديروا له حشوه، عاوتاني تطلقوا النصف الثاني وديروا له حشوه مختلفه. هذا الا بغيتي يعني ديروا جوج ديال اللفائف بحشوتين مختلفتين. هذا كاقتراح بسيط. تنبداو كنلوي غير بشويه، يعني باش ما كتحلناش او ما كتمزقلناش العجينه، حيت دابا بالجو يعني سخون والمطبخ سخون، يعني دغيا ديك الزبده كتسخننا مع الحراره ديال اليد. كذلك غادي نقسم العجين الى نصفين، يعني الا كانت ففي هذه المرحله هذه ممكن انكم تدخلوا العجين للثلاجه، يعني غير يبرد واحد 10 حتى 15 دقيقه، عاد ديك الساعه تقطعوهم، او ممكن كذلك تقطعوهم مباشره. فانا غادي نبدا يعني كندير دوك اللفائف ديال البيتزا فوق الصينيه ديال الفرن اللي غلفتها بورق الفرن، والفران راني سخنته من قبل على درجه تكون 180 درجه، وغادي نبقى مستمره يعني تنقطع اللفائف ديال البيتزا ديالنا صافي. هنايا من بعد ما يعني ملأت الصينيه غادي ندهن دوك اللفائف ديال البيتزا غير الجوانب فقط بيضة اللي خفقتها مع القليل من قطرات من الخل. بالنسبة للمدة ديال الطهي فكي قلت لكم الفران تيكون مسخن من قبل درجة تكون 180 درجة، تنشعل عليهم من تحت ومن الفوق من 15 حتى 20 دقيقة، ديك ساعات يكونوا واجدين، لكن ضروري من المراقبة. هكا تيكونوا اللفائف ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفران، غادي نخليهم غير شي شويه يدفاو، وعاد ديك الساعه تنقدموهم في طبق التقديم. هكا تيكونوا لفائف البيتزا ديالنا هما واجدين. كي قلت لكم العجينه تتجي هشيشه ومرمله ورطبه، ما كتحتاج لا دليك لا مجهود يعني في العجن او شي حاجه، وكذلك ممكن تعتمدوها في ليكيش. كي قلت لكم سهله وسريعه في التحضير، يعني واحد الخمسه ديال الدقائق ديال التحضير ديروها في الثلاجه تبرد وسيروا يعني قديو شي شغل اخر. فيعني هاد العجينه رائعه جدا. فنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجوه مع الاصدقاء والعائله ديالكم وتشتركوا بالقناه. لاي استفسار او اقتراح انا رهنا اشارتكم، خليهم لي في التعليقات، والى الفيديو القادم ان شاء الله. بالصحه والراحه.